بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. شوف يا سيمزاده اللي اسمه الكريم قدوه قدوه، الله يبارك سيمزاده قدوه. اليوم شوف نوينا من عينتي مشت باش نجيو للزاويه نتاع بلقاف، وربي كتب لنا باش ندخلوا للمقر نتاع مزاده قدور، يعني هذا المقر هذا الله يجعل رب العالمين هذا القدم اللي دخلوا هنا يكونوا يكون بالخير والصحه والشفاء والنفع ان شاء الله يا رحمة يا رب العالمين. الله يعطيك الصحه والبركه فيك وفي وليداتك واحفادك واهلك وكل من تبعك، البركه بكم كبير وصغير، اللي مريض الله يشفيه، واللي صحيح الله يعافيه. وولدي هنا يسميوه زواوي، زواوي انا اعتبرك تكون زواوي تبع القبائل الكبرى. شوف نعم انا نعتز القبائل الكبرى الرجال المخلصين، انا ما نقولش على زواوي، لا نتكلم على الرجال نتاع القبائل الزوار، رجال قبطان اللي كانوا متلعبيروش وجهي. نطلبوا لك الصحة إن شاء الله، ليك ولوليداتك إن شاء الله، البركة فيكم. اليوم نتمنى هذا الدخول هذا المقر هذا الدار تاع الشيخ الزوار القدور، والله يجعل رب العالمين يا رب تسمع منا وحنا في زيارة نتاع الزاوية نتاع القاضي، تكون لك الشفاء أول، بلاش الصحة هي العمود الفقري للإنسان. والله يعطيك الصحة والبركة بك، وذلك معنا السي سعيد، نرجو بارك تاع ولاية عين تيموشنت، نطلبوا له الصحة والتوفيق إن شاء الله وطول الأعمار. الله يحفظ بلادنا، بولادنا، الله يحفظ بلادنا بولادنا إن شاء الله الرحمن الرحيم.